برشا. لقيتو مسكين هنا زاوي عيط، رحت له قلت له واش بيك خويا رباح؟ قال لي صدري مانيش قادر تنفس. قلت له بصح علاش صدرك ماكش قادر تنفس؟ واش بيك طحت كاش ما صرا؟ قال لي تحاموا عليا. قلت له شكون هادو اللي تحاموا عليك؟ قال لي كحالش افارقه هادوك اللي في المسجد الاعظم خدموا تما بطريقه غير قانونيه. هذه الاولى باينين لهم ديشا اللي مسكنينهم لاكاش طراكسي تاعهم كسره كاع. كي وصل للسبيطار داروا له راديو على راسو ايكوغرافي ابدومينال، من بعد خلاص انا لحقت به لقيت خويا باللي راح يموت. داوه دي شوكاج، حكموا فيه صدرو هذاك الله يرحمه. موت 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 موت، توفى وانا نشوفه. والدة وأرملة الضحية توحدت كلماتهما الممزوجة بالآهات، الأم تبكي ابنها البكر والأرملة تتحسر على حياتها التي انقلبت رأسا على عقب. ما نسمح لهمش، حرقوني راني محروقة، حرقوا لي الكبده تاعي، ربي وكيلهم ربي وكيلهم ربي وكيلهم. هذه الضبيه ترقد بيه ترقد بيه. انا هي الزوجة تاع قسام رابح محمد، واليوم يا للاسف ذكراني أرملة قسام رابح محمد. ولادي اللي كان عندهم اب دوك ولاو يتامى ما عندهمش باباهم. نتمنى ان شاء الله ما يخلوش حقه يروح وحق ولاده يروح ويعتبر كشهيد ان شاء الله. نطالب بتحقيق العدالة. فمحمد رابح دافع بشرط. اختنا نخدم الليل، نخدم في الميناء الجزائر. يعني الخدمة تاعي مرات نخدم للخمسة تاع الصباح، مرات للزوج، مرات للعشرة، صديقون الخدمة اللي تكون عندنا. نهار هذاك كانت عندنا خدمة بصح لي كونديسيون طرافاي كانوا لاباس، كملنا بكري شوية. أنا قلت الحمد لله رحت لداري، قلت مفاجأة المرة تاعي، أنا مالف كي نكون رايح ليها للدار نعيط كاش ما سحقيتي ولا نقول هاني خارج على الساعة الفلانية كاش ما نجيب معايا كاش ما يخص في الدار. هذاك النهار رحت هكذاك حبيت نفاجأها وكانت صح مفاجأة كان الوقت الثاني شوية متأخر. يعني أنا كملت الخدمة.